السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متهما حفتر بالفساد وحمله مسؤولية القتل وتأزم الوضع في مدينة بنغازي، اتهمه بقضايا اختلاس واستغلال منصبه العسكري وسرقة أموال وتحويلها لصالحه وصالح أبنائه في مصر وتونس والأردن. هكذا صرح الناطق الرسمي لما يسمى بعملية الكرامة محمد حجازي في بيان له أمس الخميس. فما دلالة هذه التصريحات؟ وما المقصود من ورائها؟ ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ وهل الآن فقط تفطن الحجازي لهذه المعلومات؟ ومن المستفيد من وراء خروج الحجازي بهذه التصريحات في هذا الوقت؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم في برنامج صوت الناس، والذي نستضيف فيه الأستاذ صلاح الدرناوي الناشط بميادين الثورة. ويسرنا أن نستقبل اتصالاتكم مشاهدين الأعزاء على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة. ولمن يستمع إلينا عبر الراديو، الأرقام هي 021-334-74-01 021-334-74-02 وأيضا 021-334-74-03 وعلى الرقم 021-334-74-04. نرحب مشاهدينا الأعزاء بضيفنا من ميدان الشهداء الأستاذ صلاح الدرناوي. أستاذ صلاح، أهلا بك. أهلا بكم الأستاذ المشاهدين، وأهلا بقناتكم الموقعة إن شاء الله. نعم، نذكر فقط السادة المشاهدين بأنه يمكنهم التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. أستاذ صلاح، نناقش اليوم تصريحات الحجازي والتصريحات التي خرج بها أمس في بيان له، تكلم عن حفتر ووصفه بمجرم الحرب وبهذه الأوصاف. كيف رأيت هذه التصريحات للحجازي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نحييكم السادة المشاهدين ونحيي قناة التناصح. أولا سيدي الفاضل، هذه التصريحات ليست بجديدة، والكل كنا نعلم بذلك ويعرفه، ولكن للأسف كان أكثر الشعب الليبي مغيب، أو كما تعلم القافلة الإعلامية الكبيرة التي شنت من قبل هذه المجموعات على المشاهدين، والتي قامت بدور كبير جدا لتضليل الناس. اما بالنسبه للتصريحات التي خرجت الينا يوم امس من المتحدث باسم عمليه الكرامه، وهو السيد محمد حجازي، نحن كنا نعلم بان هذه الشقاقات ستحدث، وخاصه بعد قيام هذه الحكومه، حكومه الوصايه الذي دفعت بها الامم المتحده والعالم الغربي. ونحن الان بصدد خروج هذه التصريحات الان، ما هي الا دليل على أن هناك الآن، عندما علموا بأن خليفة حفتر قد خرج من المشهد، وأن الأمم المتحدة ليست في توافق بأن يكون في المشهد الآن، حاولوا بقدر الإمكان أن يستبعد من هذا المشهد، فبدل هذا الموضوع لتمرير أجندة ما، وهي الصف الثاني الذي هو يعتبر الصف الثاني للعملية، أو ما يعرف بعملية الكرامة. أما بالنسبة للتصريحات ووقت الذي خرجت فيه، هذه ما هي الا درء الرماد في العيون، حتى نحاول ان نغمض عيوننا على ما حدث في الايام السابقه، وان ومحاوله استجداء لحكومه ليون او كوبلر كما يصفوها. اما ما حدث كل هذه الاخبار الجميع يعلمها، ولكن للاسف ان الكثير منا. نعم. ولكن أستاذ صلاح، هذه التصريحات للحجازي ربما هي الأولى من نوعها من عسكريين كانوا مع حفتر، أو من العسكر الذين مع حفتر فيما يعرف بعملية الكرامة، وصفه بالديكتاتور وبطانته بالفاسدة. ما دلالات هذه التصريحات؟ سيدي الفضل، هي ليست بالتصريحات الأولى، بس من تقريبا من عدة أشهر سابقة. نعم. ومن بداية عملية الكرامة كان هناك الكثير من التصريحات، والكثير من الفيديوهات كانت تخرج علينا في المواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تصريحات من اعضاء في الجيش واعضاء في السلاح الجوي، وكانت هناك بعض الاعترافات كانت تخرج علينا من هنا ومن هناك، بان هناك بعض محاولات الاغتيال وبعض الاغتيالات التي حدثت في بنغازي كان يقوم بها افراد
من الجيش أو ما يعرف بالجيش وهي محاولة منهم لضم بعض العناصر وخاصة السلاح الجوي. كلنا نعلم أن في بنغازي كانت هناك اغتيالات كثيرة جدا لأعضاء من سلاح الجوي، ولكن بعد عملية كرامة خرج بعض الضباط الشرفاء والضباط الذين نحتسبهم عند الله من الناس من الشرفاء، أنهم خرجوا علينا وقالوا أن هذه الاغتيالات كانت محاولة لضم العسكريين أو الطيارين لهذا الصف، ومن يرفض كان مصيره القتل. وكل هذه التصريحات خرجت علينا من فترة ليست بوجيزة، من بداية العملية، وهي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب وغيره من المواقع. نعم. أما بتصريح الذي صرح به اليوم السيد الحجازي فهو ليس بحديث بجديد علينا. فالسيد الحجازي إذا كان هو يعلم بهذا الكلام من أول عملية الكرامة، يعني اليوم عملية الكرامة لها تقريبا من قارب عن سنة ونص تقريبا، وكان السيد حجازي هو المتحدث الرسمي باسم هذه العملية، لماذا يخرج علينا اليوم وهو يعلم علم اليقين بأن هذه الأمور كانت تحدث فيما سبق؟ أليس هذا يطرح في أذهاننا؟ نعم، هذا هو السؤال سيد صلاح. يعني لماذا في هذا الوقت بالتحديد، لماذا تصريحات الحجازي تأتي في هذا الوقت؟ وبعد يعني أنت تحدثت عن تشكيلة حكومة البعثة الأممية، ما الدلالات هذا السؤال؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه، ما دلالات الوقت الذي اختاره حجازي للإدلاء بهذه التصريحات؟ أم أن الحجازي فعلا تفطن في هذا الوقت فقط لجرائم حفتر؟ يا سيدي الفاضل، الآن مرحلة القفز من السفينة. نحن نعلم أن كثير من الليبيين أو كثير من الشخصيات لديهم مهارة خاصة في القفز من السفن الغارقة إلى السفن التي سترسو بسلام إن شاء الله. فهم الآن يتوقعون من أنفسهم أن حكومة السراج أو حكومة كوبلر سوف ترى النور. نعم سيد صلاح، أي السفن التي قفز إليها حجازي حسب وصفك، يعني أي السفن التي رأى بأنها هي السفينة التي ستنجو؟ كلام سليم. هو الآن يحاول أن كيف يروجوا للسيد مهدي البرغثي بأنه هو الآن وزير الدفاع. الآن في أقاويل كثيرة جدا تقول أن السيد البرغثي هو على خلاف دائم مع خليفة حفتر، فلهذا السبب هم يحاولون الآن تمجيد أو بمعنى صح ركوب سفينة البرغثي وزير الدفاع حتى لا يفوتهم القطار. سيدي الفاضل، عندما قامت الثورة لم تقم على شخص بل قامت على منظومة، ونحن للأسف سبب ما حدث لنا الآن هو أن عندما قامت الثورة قامت على منظومة كاملة، وللأسف ولكن عند مقتل القذافي قفز الجميع. نعم نعم استاذ صلاح، استاذ صلاح ابقى معنا، ننتقل الان الى المتصلين معنا. نريمان من بنغازي، اهلا بك نريمان. نعم، هل انت في الاستماع نريمان؟ نعم، يبدو ان الاتصال انقطع. ننتقل الى وليد من الزاويه، اهلا بك وليد. اهلا وسهلا بك يا استاذ. نعم وليد، نناقش تصريحات الحجازي الأخيرة التي وصف فيها حفتر بالديكتاتور وبطانته بالفاسدة، وقال بأنه مجرم حرب وأنه ارتكب عديد الجرائم، كيف رأيت هذه التصريحات؟ والله يا استاذ، احنا شو بنقول لك؟ اول حاجه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وتحياتي لناس بنغازي اخوتنا وحبايبنا، وقولوا مروا قلوبنا معكم قلبا وقالبا. وهذا ما هوش بعيد وما هوش غريب علينا احنا، هذا حفتر من يوم مجرم حرب، هذا فاقد كرامته فقدها في ايام حرب تشاد، بيردها توا في الليبيين. نعم. انا بننصح نصيحه بس لاخوتنا اللي هم اخوتنا وحبايبنا، ومهما كان رده فعلهم، فهمت ولا، حتى ولو كانت رده فعلهم انهم وقفوا عند المجرم هذا، انهم يحاولوا كيف يرجعوا ذاكرتهم شوية لتالي شوية، وتفكروا أيام حفتر كيف كان وشي دار في الليبيين، وكيف حطم الجيش الليبي اللي كان، فهمت ولا، ليه كلمته وليه معنى وليه قصدي مش بنقول لك احنا، هذا حطم بنغازي، حطم شبابها. لكن يا وليد لماذا هذا الوقت بالتحديد يا وليد؟ عنها. لماذا في رأيك يعني هذا الوقت الذي اختاره حجازي، لماذا لم يصرح بهذه المعلومات من قبل إذا كان فعلا هو يتكلم عن جرائم ويريد إيصال الحقيقة؟
لانه عرفوا خلاص، عرفوا نهايه تجربته، نهايه انتهت هذا حفتر انتهى، قصدي لانه عرفوه معاه ما في ما فيش اي امكان في الحكومه الجديده ولا القديمه ولا عنده امكان اصلا في ليبيا نهائيا. هو يعتبر الحمد لله شو بنقول لك، يعتبر ما هوش ليبي جنسيه خلاص، هذا ليه تو ليبي 30 سنه ولا 40 سنه عايش برا ليبيا. جينا اليوم يحكم فينا واحد زي حفتر هذا. شكرا وليد، شكرا لك، وصل صوتك، نشكرك. ننتقل إلى أم محمد من طرابلس. أهلا بك أم محمد. أهلا بكم. نعم أم محمد، نناقش موضوع تصريحات الحجازي الأخيرة التي وصف فيها حفتر بالديكتاتور، كيف رأيت هذه التصريحات؟ والله أنا تصريحات شخصية، هذه حق ما تهمنيش، تهمني البلاد من يشوفوا فيه صاير في البلاد. يجب أن نكون وطنيين أكثر من التعليق على كلام أشخاص، يعني تو تشوفوا النص كيف يحترق، تشوفوا كيف البلاد بتضيع من بيننا، الوطن يضيع من إيدينا. ما صراحة المفروض يعني يكونوا أعلى من أي كلام وأعلى من أي نقاش في المواضيع هذه. هذه حاجات شخصية ما بيناتهم هم، يعني كل واحد يدي منصب وكل واحد يدي سلطة. الوطن بصراحة ينضر أكثر من. نعم شكرا لك أم محمد من طرابلس، وصل صوتك. نعود إلى ضيفنا من ميدان الشهداء الأستاذ صلاح الدرناوي. أستاذ صلاح، يعني استمعت إلى المتصلين، وليد من الزاوية اعتبر بأنها قفز من السفينة كما ذكرت، وأن حفتر وأن الحجازي عرف بأن حفتر لا مكان له في الحكومة الجديدة. نحن نعلم جميعا سيدي الفاضل ان كثير من قفز على هذه الثوره، ثوره 17 فبراير، عندما كانوا مع النظام السابق ولم يتم محاسبتهم، حاول الجميع القفز من سفينه القذافي او منظومه القذافي الى سفينه ثوره 17 فبراير، والان ها هم يقفزون من سفينه الكرامه الى سفينه النجاه، او ما يتوقعونه ان هي سفينه النجاه لهم، ولكن للاسف نحن نقول لهم ان هذه الحكومه حكومة ليون أو برلندي ليون لن ترى النور في ضوء في 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 ضوء خلافاتهم الواقعة بينهم وعدم الاتفاق بينهم. فأنا أرى أنهم يراهنون على الحصار الخاص بإذن الله، وأن الثوار لا زالوا موجودين في الميادين وفي الساحات وفي الجبهات، وبإذن الله لن يكون هناك طاغوت ثاني. نحن نعرف جميعا أن مشكلتنا الأساسية أن الشعوب هي من تصنع الطواغيت، وان الشعوب هي من تختزل الثوره او تختزل. طيب استاذ صلاح، في اشخاص معينه. نعم استاذ صلاح، تابعنا تصريحات للمدعو صقر الجروشي، فند فيها ما قاله الحجازي، يعني هل تعتقد بان محاولات صقر الجروشي او اي يعني شخص اخر يخرج يفند هذه التصريحات، هل تعتقد بانها محاولات ناجحه؟ ليست ناجحه، لان كل شيء خرج للعيان، واي تصريحات ستخرج من اي شخصيه ثانيه ما هي الا محاوله منهم لربع الصدع الذي حدث بينهم، ولكن هذه كلها محاولات فاشله. السيد حجازي او غيره، كثير من الضباط عرفوا اللعبه واكتشفوها، وباذن الله سيكون لهم مواقف كثيره جدا. هناك كثير من الناس الذين كانوا في هذه السفينه والان عرفوا اللعبه وعرفوا دهريزها، والان يحاولون بقدر الامكان ان يتمسكوا بما يرونه ان هي سفينه نجاه بالتدخل الاجنبي او الخارجي، ولكن هذا لن يكون. النجاه في ثوره 17 فبراير وثوارها باذن الله. نعم استاذ صلاح ابقى معنا، ننتقل الى نريمان من بنغازي. اهلا بك نريمان. نعم نريمان من بنغازي، هل انت في الاستماع؟ نريمان من بنغازي، هل انت في الاستماع؟ نعم ننتقل إلى مصطفى من طرابلس. مصطفى من طرابلس، هل أنت في الاستماع؟ نعم 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 مصطفى، نتحدث عن تصريحات الحجازي الأخيرة والتي وصف فيها حفتر بالديكتاتور وأيضا بطانته بالفاسدة وأنه خلق شرخا اجتماعيا، كيف ترى هذه التصريحات؟ أول حاجة مساء الخير فيكم للكنترول القناة التناصح. نعم مساء الخير. حفتر هو من يومه طبعا يا أخوي.
من حرب التاد، من لما جاد ليبيا كان في امريكا 20 سنه، انسان واصل عمره 75 عام، مش بس يدفي من الدوله، هم جايين على يا اخوي جايين على مصالح، على مصلحتهم، هو مصلحته هو واولاده والحجاز كسب كل شيء، الحفظ وغيره وغيره، وهذول جايين على اطماع وبيعيش ليبيا، هذول ما لا ما عندهم وطنيه يا اخويا. طيب يا مصطفى، لماذا هذا الوقت؟ يعني لماذا الحجاز يختار هذا التوقيت بالذات ليخرج بمثل هذه التصريحات؟ لأنهم انكشفوا يا أخوي، انكشفوا على حقيقتهم، وإن حفتر معاش فيه دور في ليبيا، وهذا تو غدوة بعد غدوة هذول تلقاهم وين؟ تلقاهم في أمريكا، تو جايين من برا وغيره وغيره وغيره، زيداننا زيدان، والناس اللي عندهم الجنسيات هذول ما عندهمش وطنية يا أخوي. الوطنيين المفروض اللي هم موجودين في ليبيا، نعم. الوطنيين اللي هم جو من اجل ليبيا وفي ثورة 17 فبراير، نعم. اما هذوما يا اخويا راهم جايين على اساس، نعم. وصل صوتك مصطفى، اشكرك. مشاهدينا الاعزاء، ننتقل الى فاصل ومن ثم نواصل باذن الله، فابقوا معنا. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/تناصح تي في أو على twitter.com/تناصح تي في، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تي في. أهلا بكم من جديد. نعود إلى ضيفنا الأستاذ صلاح الدرناوي من ميدان الشهداء. أستاذ صلاح، استمعنا إلى المتصلين وأيضا يعني كانت الآراء متقاربة، اعتبروا بأن هذا التصريحات وهذه التصريحات لا تجدي نفعا، وأنهم من البداية كانوا يعرفون حقيقة المدعو حفتر. ولكن هل تعتقد بأن هذه التصريحات للحجازي ربما ستغير حتى قناعة القادة الآخرين الموجودين إلى جانب حفتر؟ والله أتمنى ذلك، أتمنى أن تكون تتغير بعض، نعم. القناعات في بعض الأشخاص، وأنا أدعو أهلي في المنطقة الشرقية أن يعوا هذه المؤامرات، وأن يلتفوا على أبنائهم الثوار، وأن لا يكونوا هم من يصنع الطغاة. كفانا 42 سنة من صناعة الطغاة والأشخاص، وأن يلتفوا على الثوار، وأن يحاولوا بقدر كان أن يحسنوا الاختيار وأن يحسنوا الظن، وأن لا يكونوا وأن لا ينجروا وراء الأشخاص. فالوطن لا يتمثل في شخص معين، بل الوطن أكبر من أن يكون شخص يعني. نعم، ابقى معنا أستاذ صلاح. ننتقل إلى محمد من بنغازي. أهلا بك محمد. مرحبا بكم. نعم، أهلا بك محمد. كيف تابعت تصريحات الحجازي الأخيرة؟ استمع إلينا من سماعة الهاتف يا محمد رجاء. محمد الأخيرة هي يعني سؤال طلب. نعم محمد، محمد استمع إلينا من سماعة الهاتف رجاء. نعم محمد، نعم يبدو أنه انقطع الاتصال. ننتقل إلى محمد أيضا من بنغازي. أهلا بك محمد.
مرحبتين بك أخونا. نعم أهلا بك محمد. كيف رأيت وربما كيف تابعت تصريحات الحجازي الأخيرة؟ والله يا أستاذي حقيقة يبدو أن هذا الرجل أراد منصبا في حكومة حكومة كوبلر أو حكومة الوصاية هذه. عندما لم يتحصل هذا المنصب قال مقال على الرجل الوحيد في يرتب في ليبيا الذي حرر بنغازي من الدواعش ومن أثر الشر الذين كانوا يقطعون الرؤوس وكانوا يقتلون الجيش والشرطة. أقسم بالله الذي رفع السماء بأمد إن هذا الرجل. طيب يا محمد لماذا اختار الحجازي هذا الوقت بالتحديد؟ يبدو أنه طمع في حكومة كوبلر الجديدة فلم يجدوا مكانا في هذه الحكومة فقال مقال. نعم يا محمد ما شاهدناه من تشكيلة حكومية جديدة من البعثة الأممية كان هناك ضابط آخر وهو المهدي البرغتي، لم يكن محمد حجازي في هذه التشكيلة كما قال زميلك في ميدان الشهداء في طرابلس. هذا قفز من هذه السفينة ليركب السفينة أخرى ولن يجد في هذه السفينة ولا في تلك السفينة مكان له وسيزول التاريخ عما قال. نعم يا محمد هل تعتبر أو هل ترى بأن المهدي البرغتي التحق بحكومة العملاء والوصاية كما وصفتها؟ بالنسبة للمهدي البرغتي أنا في نظري لا أراه جديدا بهذه الوزارة وهناك رجال في بنغازي وفي طرابلس ولكنه يشغل يعني منصبا مهما في ما يعرف بعملية الكرامة وهو يعني أحد القادة الذين يعول عليهم حفتر. هذا شيء وهذا شيء اخر يا اخي، هذا كان في حرب ممكن صار الشر والدواعش، اما مكان كبير مثل وزاره الدفاع فيه رجالا لهم. نعم. وصل صوتك محمد من بنغازي، اشكرك جزيل الشكر. نعود الى ضيفنا الاستاذ صلاح الدرناوي. استاذ صلاح، يعني تابعت هناك من قال بانه اراد منصبا، الحجازي يريد منصب في حكومه البعثه الامميه، كيف ترى ذلك؟ والله يا سيدي الفاضل بعد 32 حقيبة وزارية. نعم. والله أعلم كم يكون عدد وكلاء، تقريبا من أكبر عدد في العالم من وزراء يعني حصل في ليبيا. لا أظن أن كل 10 ليبيين بيشكلوا لهم وزير خاص بهم أو منصب معين يعني. فهذه نعم. المشكلة اللي يعاني منها الشعب الليبي وهي الكثير من الأشخاص لا يتعاملون بمصلحة الوطن بل يتعاملون بمصلحتهم الشخصية أو يحاولون بقدر المستطاع أن يتحصلوا على قطعة من الكيكة الذي يحاولون أن يتقسموها. ولكن للأسف يعني أن ما يحدث الآن في كواليس الأمم المتحدة وكواليس تونس وكواليس هذه الحكومة التي لا أستطيع أن أذكرها إلا بأنها حكومة وصاية وفرض وصاية على الشعب. نعم. الليبي ليست كما يدعي البعض أننا نعم نعم. أستاذ نعم. صلاح ابقى معنا، ننتقل إلى عبد السلام من بنغازي. عبد السلام أهلا بك. يا عبد السلام مرحبا يا أستاذ. نعم عبد السلام، كيف تابعت تصريحات الحجازي الأخيرة عن المدعو حفتر؟ يا سيدي الرائد محمد الحجازي هذا شخص يعني معروف وما ينكرش يعني مجهوده في في عملية كرامة أحد، لكن في لغة ساير يعني أن احنا هذا شيء هو زيبة وإن شاء الله تمشي في خلافات بينهم في أي شيء في أي شيء آخر أن احنا نطالب البرلمان هل فعلا هناك خلافات بينهم فعلا يعني؟ ربما يكون هناك خلاف، لا ندري، خلاف على المستوى الميداني العسكري، ولكن الكلام اللي قاله خطير. نحن نبغى البرلمان يشكل لجنة أمنية ويحقق في الكلام اللي قاله. نعم نعم يا عبد السلام. عجيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق شكل لجنة، أصدر قرار بتشكيل لجنة للتحقيق مع أو ربما للتحقيق في هذا الأمر يعني. لكن هل تعتقد بأن هذه اللجنة ستصل ربما إلى قول فصل في هذا الموضوع؟ والله الشخص اللي أدلى بهذه الادعاءات إن كان عنده أدلة مضبوط كيف ما قال يبرزها للجنة وتحقق وخليفة حفتر كشخص يعني حط البرلمان يقيل البرلمان، لكن هذه ممكن تكون فتنة أو دق تصفين. نعم عبد السلام، أي شخص يحارب الإرهاب ويحارب الميليشيات نحن معاه،
نعم عبد السلام، انت يعني كمواطن، عبد السلام انت كمواطن يتابع ربما هذه التصريحات، هناك تصريحات تخرج يعني من عده اطراف، ولكن نريد ان نعرف يعني رايك فيها كمواطن الان وكمتابع للشان العام، كيف ترى هذه التصريحات ووقت هذه التصريحات بالتحديد؟ والله تصريحات قلت لك يا رب ما يكون خلاف، لكن هذا ان شاء الله ما ياثرش على العمليه العسكريه وتحرير بنغازي من داعش ومن الاشرار اللي هم يسمون روحهم الانصار ومن الدروع. نحن لن نعود الخلف، عقارب الساعه لن تعود الخلف، هذا شيء. لكن الراي الحجازي شخص شخص بطولي وشخص قاعد في الميدان. طيب عبد السلام، يعني نحن نرى ربما بعض التناقض، أنت تثق في الحجازي ومن جهة أخرى تشكك في تصريحات الحجازي، كيف نفهم ربما هذه المعادلة؟ والله يا سيدي الكريم، إن كان الشخص الحجازي هبع ما قلت لك، أنا اللجنة تبين إن كان في أخطاء يقومها البرلمان، لكن إطارة خليفة حفتر في هذه المرحلة خطأ. يعني هذا رجل يتم أي ضباط وجنود ولازم يكمل المسيرة ولازم يتم. شكرا عبد السلام. شكرا عبد السلام، وصل صوتك. نعود إلى ضيفنا، معنا اتصال آخر من عبد الحكيم من طرابلس، أهلا بك عبد الحكيم. نعم عبد الحكيم، هل أنت في الاستماع؟ نعم، نعود إلى ضيفنا الأستاذ صلاح الدرناوي. أستاذ صلاح، يعني رأينا المتصل هو يثق في الحجازي حسب وصفه وأنه قام بعمليات بطولية، هذا يعني هذا وصف المتصل، ولكنه يشكك في نفس الوقت بالتصريحات هذه وطالب بالتحقيق، يعني كيف يمكن فهم هذه المعادلة؟ والله يا سيدي فاضل، انا ما يحيرني صحيح حقيقه تمسك باشخاص او محاوله اختزال موقف معين في اشخاص معينين. هل ليبيا عقمت يعني ان تنجب الرجال وتنجب الابطال حتى يستطيعون تحرير وتنظيف الوطن من 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 كل ما يشوبه من شوائب؟ الوطن لن يقف عند شخص معين او عند افراد معينين، هناك رجال وهناك ابطال. عندما قامت الثوره لم تكن متكئة على شخص معين أو على أفراد، بل كانت متكئة على شعب بأكمله، والحمد لله رب العالمين لقد انتصرت. ولكن أنا لدي تعقيب بسيط، نعم، وهو أننا نحاول بقدر الإمكان أن نحاول نقضي على أشخاص، أو مثلا نختزل موضوع معين في شخص معين ونضع الباقي وهي المنظومة المؤسسة لهذا الشيء. يعني مثلا نعطيك مثال بسيط، وهو عندما تم القضاء على القذافي بقت منظومتها كما هي وعاثت في الأرض فسادا وعاثت في الثورة، والآن هم يحاولون الرجوع مرة أخرى. نعم أستاذ صلاح، نعم أستاذ صلاح ابقى معنا، ننتقل إلى متصل آخر. محمد، أهلا بك محمد. نعم أهلا بك محمد، نتابع يعني موضوع التصريحات الحجازي، كيف رأيت هذه التصريحات والتي وصف فيها حفتر بالديكتاتور وأنه سبب شرخا اجتماعيا في ليبيا بصفة عامة وأيضا في بنغازي؟ نعم، هناك مشكلة في الاتصال يا محمد، لا نستمع إليك بشكل جيد، يا ريت يعني لو تخرج إلى مكان به تغطية جيدة. نعم، انقطع الاتصال مع محمد، ننتقل إلى عبد الحكيم من طرابلس، أهلا بك عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الحكيم، كيف تابعت تصريحات الحجازي بخصوص المدعو حفتر؟ والله أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ونحييك أخي العزيز والضيوف اللي معاك، ونحيي قناة التناصح، نعم، ونحيي كل تاير، وهذا غيور على ليبيا الطيبة المباركة. نعم. حياك الله أخي، كيف تابعت تصريحات الحجازي؟ والله أول هيك اللي نشبح فيه هنا، الحمد لله بإذن الله الثورة هذه منصورة، وفي نفس الوقت أنا نبي أخوتي قبل نخش في السؤال للمنطقة الشرقية أن يحضروا من الفتنة، لأن هاي عقبيتها يا رب يضرب في الظالمين بالظالمين ويوري في العيوب نتاعهم ويطلع الناس الطيبة من بينهم سالمين غانمين مسلمين طيبين. نعم. هذا الخطاب أو التصريح اللي صرح به المدعو هذا الحجازي، هذه أنا هيك نظريتي أنا الشخصية المتواضعة، إنه هو كسيناريو مصري استخباراتي باش يوضحوا للليبيين بأن حفتر ونحوه ونجيبوا واحد ثاني زيه. يا أخي العزيز، أنا ندي المشاهد الكريم والطيب واللي عنده عقل
واللي عنده ثقافة واللي عنده غير على البلاد واللي عنده دين، فلهذا سبحان الله أول ما نعم عبد الحكيم عبد الحكيم يعني نعم شهدنا الحجازي يثني ربما ويشكر البرغتي مهدي البرغتي، هل تعتقد بأن هناك فرق ربما بين حفتر وبعض القادة الآخرين فيما يعرف بالكرامة؟ أخي العزيز سبحان الله كذاب لكذاب لوسطك لقردان الدار، هم مع بعضهم يتخبطوا مع بعضهم، فهذا شو قلت لك؟ أنا قلت لك سبحان الله بنحوا لك الشخصية زعميتها هذه لأنه أخنب منهم الأموال، وقال لك حتى الجروشي نضرب البرلمان بالطيارة هددوا فيهم، هذا من عصابة يا أخي العزيز. وصل صوتك نعم عبد الحكيم وصل صوتك، أشكرك جزيل الشكر، شكرا لك عبد الحكيم. مشاهدينا الأعزاء نخرج فاصل ومن ثم نواصل بإذن الله، فابقوا معنا. في كل مرة يرتقي فيها شهيد تصعد روحه إلى العزيز المجيد، نزداد يقينا بدرب النصر الأكيد، نحزن نفرح تختلط الدموع بالزغاريد، نسمعه ينادينا اصبروا ورابطوا فبلوغ النصر لا شك أكيد، نطوي أحزاننا لابتسامته عندها نرفع رأسنا عاليا، لك يا ليبيا نرخص ما كان غاليا، وبثبات نحو النصر نسير. أهلا بكم من جديد، نعود إلى ضيفنا الأستاذ صلاح الدرناوي من ميدان الشهداء. أستاذ صلاح، هل المشكلة أو هل مشكلتنا مع شخص حفتر بالتحديد أم المشكلة هي في مشروع يقوده المدعو حفتر؟ سيدي الفاضل، احنا مشكلتنا ليست مع أشخاص كما يحاول البعض أو الكثير أن يروج لها، هي مشكلتنا مع منظومة كاملة أو مع مواقف موجودة الآن. مثلا على سبيل المثال، وهذا لو سمحت لي، حكومة بلنديل ليون أو كوبلر حاولوا بقدر الإمكان أن يبعدوا الناس عن المسودة اللي هي الأساس المشكلة، وتوجيههم إلى أشخاص معينين، فهذا ما يحدث الآن، محاولة إبعاد الأشخاص أو الناس على الموقف الأساسي أو على المنظومة الأساسية واختزالها في أشخاص معينين، وهذا غلط كبير أو لغط كبير يحدث الآن. فمثلا لدي تعقيب بسيط، وهو ما هي المعايير التي وضعت بها الوزارات أو وزارة الدفاع بمعنى صح؟ يعني نحن نعرف جميعا أن الوزارة أو رئاسة الوزراء أو الوزارات ما هي إلا حقائب سياسية ليست حقائب عسكرية، فمن المفترض أن لا يوضع لها شخص عسكري وشخص جدلي أو شخص قاد المعارك في شبهات، من المفترض أن يكون في هذه الوزارة شخص سياسي عسكري، يعني شخص لديه خبرة عسكرية ويمتاز بالخبرة السياسية في نفس الوقت، لأن هذه حقائب سياسية قبل أن تكون حقائب عسكرية. فللأسف نعم أستاذ صلاح، هناك من قال بأن نعم مثلا المهدي البرغتي ليس شخصية جدلية، يمكن أن ربما يحل محل المدعو حفتر أو ما يعرف بعملية الكرامة. يا سيدي الفاضل، يقال أو يقولون أن هذه حكومة توافقية، كيف تكون توافقية وتأتي بشخص من قلب الميدان وتضعه على سدة وزارة معينة، وتريد من الطرف الثاني اللي هو المخاصم أو الطرفين المتخاصمين طرف من الأطراف أن يوافق به؟ هذا لا يعني هذا الأمر لا يجوز أصلا. إذا كنت تريد حكومة توافقية حقيقية، يجب علينا أن نضع شخص يكون بعيد على كل هذه التجاذبات، لا يكون مع هذا الطرف أو هذا الطرف. هذا هو الإصلاح أو هذا هو التوافق. شكرا لك، أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا من ميدان الشهداء الأستاذ صلاح الدرناوي الناشط في ميادين الثورة، شكرا لك. نعود إلى المتصلين معنا. مفتاح من المرج، أهلا بك مفتاح. مرحبا يا أخوي. نعم أهلا بك مفتاح، كيف تابعت تصريحات الحجازي الأخيرة بخصوص حفتر ووصفه بأنه الدكتاتور؟
والله والله ما بيجي خلونا في ظلام يا اخوي. هذا حجازي كان كلامه صحيح، عيالنا اللي راحوا هذوما وقتلوا في بنغازي وقتلهم حفتر هذوما، كانوا كلامه صحيح الحجازي. نعم، اذا ترى بان تصريحات الحجازي هي يعني كلام صحيح. صندوق هذا قطعنا يا راجل، كلمه معقوله يا راجل؟ هذوما جيش هذوما يا راجل، هذا عايش عايش مع الخبر، هذا عايش مع الخبر. نعم مفتاح، يعني هل أنت في المرج صف لنا الأوضاع، يعني لماذا ترى بأن هذه التصريحات ربما تصريحات حقيقية وواقعية؟ أنت في عين المكان في المنطقة الشرقية ويعني متأثر بالأوضاع هناك. نعم مفتاح، انقطع الاتصال مع مفتاح من المرج. ننتقل إلى إيمان. أهلا بك إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيمان كيف تابعتي تصريحات الحجازي الأخيرة؟ والله بالنسبة لتصريحات محمد الحجازي أنا نعتبرها ممكن في الوقت الضائع، لأن عرف روحه منتهي، فلذلك إذ أنه هو كان بيهرب المصر غادي بيصفيه قداس الدم، وكانوا بيهرب لأي مكان ممكن يصفوه، وهنا في بنغازي مش حينجا، فيقول لك أنا نكسب الطرف الثاني، وعارف انه هو ممكن بعد ما عرف المتقاعس هذاي يكون لهم في جيش ثاني، الجيش الثاني اللي يكون فيه بيقضي على جيش الكرامه. نعم. فهو انتبه الخوف يعني، وبهذا كله نحن عرب بنغازي نقولوا الحمد لله ان اعتراف جيش اللي مش واعي ويتبع في المتقاعس يوعى، كفانا قتل ودم ودمار. نعم. نعم ايمان، هل تعتقدي بان هذه التصريحات وفي هذا الوقت بالتحديد ستؤثر في من ربما يؤيدون او بعض المؤيدين لما يعرف بالكرامه؟ اكيد ان شاء الله حيصير، اكيد ان شاء الله حيصير انقسام هنا داخل بنغازي. نعم. حيوعوا ان شاء الله، وانا نتمناهم يوعوا بالذات السلفيه اللي ماشيين في تيار غريب جدا يعني. نعم. ولكن بهذا كله بالفعل امس حسينا ولاحظنا ان فيه بدات تغيرات في بنغازي. بدون الناس ينقسموا فيه، تم الناس مترددين. نعم. نعم. ان شاء الله إيمان وصل صوتك، اشكرك جزيل الشكر. ننتقل الى محمد من سبها، اهلا بك محمد. نعم محمد، هل انت في الاستماع؟ اهلا بك اخي. نعم اهلا بك محمد، كيف تابعت تصريحات الحجازي الاخيره؟ طبعا في تصريحات الحجازي ان حفتر هو الطاغوت. نعم. هو اللي قتل ابنائنا في بنغازي وفي درنا. نعم. رجاء استمع الينا من سماعه الهاتف و يعني اقفل التلفاز بجانبك. ان شاء الله. نعم. طيب بالنسبة للحجازي تصريحاته يعتبر بأن حفتر هو من سبب في قتل أبناء البنغازي وأبناء الدرنة. يعني أنت كمواطن يا محمد، أنت يعني كمواطن هل ترى بأن هذه التصريحات ربما تصريحات صحيحة وفعلا هذا هو الواقع؟ نعم تصريحات صحيحة، وأنا نعم. باعتباري أن يقدم هذا المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية. نعم. نعم شكرا لك محمد من سبها، وصل صوتك. ننتقل إلى محمد من درنة، أهلا بك محمد. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد كيف تابعت تصريحات محمد الحجازي الأخيرة؟ والله ممكن زي ما قالت الأبلة إيمان من بدري، يعني نلاقي نمر من الورقة خلاص انحرقت تاع حفتر، طيب ينجب نفسه، فهمتني كيف؟ لكن المطلوب من محمد الحجازي انه يبين العملية الاغتيالات والاختلاسات هذين، يبين باش يحقن الدماء. نعم. واللي بينزل بعضهم في الاخر بكر يعني، فهمتني كيف؟ نعم. يعني هذا راجل كان غايب حوالي 30 سنة. محمد هل ترى بأن هذه التصريحات حتى وإن خرج محمد الحجازي وكما قلت وضح عملية الاغتيالات، هل ترى بأنها ستغير قناعات من يؤيد ربما ما يعرف بالكرامة أو حتى بعض القادة والمقاتلين في صفوف المدعو حفتر؟ أكيد غير الناس اللي خايفة على الوطن وخايفة على وحدة الوطن، أكيد حيصبوا في صف الحق، ممكن هم مغيبين اللي كانوا معاه حفتر، ممكن ما يعلموش بيه الأشياء هذه، فهمتني كيف؟
لكن من واجبهم من هم يسبوا الوطن توا بصراحة يعني. نعم محمد من درنا وصل صوتك، أشكرك جزيل الشكر. ننتقل إلى سالم من طرابلس، أهلا بك سالم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سالم، كيف تابعت تصريحات محمد الحجازي الأخيرة؟ أول حاجة حياكم الله وحيا الله قناتكم الصادقة. حياك الله. التي هي حلقة شوكة في 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 حلوق الانقلابيين. نعم، حياك الله أخي. وهو الكذوب. وهذا حق، حق يعرفه كل الليبيين الشرفاء. يعرف أن حفتر قاتل وأن حفتر فاشل وأن حفتر عميد. لا يخفى على أحد من شرفاء ليبيا الموضوع هذا. ولم نستغربه والله، والله لم نستغرب، ولكن استغربنا التوقيت بس. التوقيت الذي جاء به هو الذي استغربناه. وبفضل الله أنطق الله شيطانهم الحجازي وقد تبرأوا منه وقالوا أنه صقر الجنوشي قال ما عندناش شيء بالاسم هذا بكل وتبرأوا منا وقالوا خاطفينا. نعم سالم، يعني سالم سالم هناك من يروج لا يستغربونها أبدا. نعم سالم، هناك من يروج ربما لقائد جديد لما يعرف بعملية الكرامة. هل مشكلتنا فعلا هي مع شخص حفتر فقط أم أن المشكلة هي في منظومة كاملة أو فيما يعرف بعملية الكرامة بالكامل؟ بإذن الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم. أي قائد، أي عميل يجي ضد الليبيين ويجي ضد شرع الله، وزي ما قال قريدهم شيطانهم أبو خمادة ما عادش نبغوا شرع الله بكل هادهم، بإذن الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. لكن المؤامرة اللي حكوا فيها هي توا كلها بموضوع البرغة والحكومة الجديدة، يبوا شوهوا حفتر باش يجيبوا لنا صورة ثانية ملمعة وبكفر جديد وبغطاء ثاني باش يلتموا عليها الناس ويبيعوها زي ما بيعوا حفتر. لكن بإذن الله خسروا وخابوا ولن ينضم لهم إلا صحواتهم الذي بفضل الله. ألا ترى ربما بأن هناك فرق بين نعم. ألا ترى يا سالم يعني أن هناك فرق بين المدعو حفتر وأيضا المهدي البرغتي، خصوصا أن الحجازي أثنى على المهدي البرغتي وقال بأنه يعني شخص جيد لقيادة المرحلة؟ نعم، هل أنت في الاستماع؟ ألو. نعم، نرحب من محمد بمحمد من صبرات، انقطع الاتصال مع المتصل الذي قبله. محمد اهلا بك، هل تابعت تصريحات الحجازي وكيف رايتها؟ نعم نعم يا اخي والله تابعناها بكل فرح وسرور. نعم. تابعناها بالتهليل وبالتكبير، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل ان تبدوا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. كل ما حاكوا من كل ما أحيك في 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 حق هذه الثورة المباركة، كل ما دبر أو أمر بليل أو بنهار، إن الله سبحانه وتعالى كل يوم نزيد ثقة بثورتنا ونزيد ثقة بهذه الإذاعة المباركة. الله أكبر الله أكبر، لقد صلحهم الله سبحانه وتعالى. تبعناهم ما محاولة الحجازي يا أخي، هذه محاولته إلا كما قال أخ من قبل، هذا حاول أن يقفز من سفينة غارقة إلى سفينة، والسفينة نعم محمد أن يقفزها هي غارقة مثلها. نعم محمد، يعني الحجازي أثنى على المهدي البرغتي وقال بأنه شخص جيد، هل هناك فرق فعلا بين قادة ما يعرف بعملية الكرامة أم أن المشكلة هي في المنظومة بالكامل؟ يا أخي أنا أنكلم فيك، أنا حسكر ونعرف حفتر شخصيا، نعرفه شخصيا. نعم. نعرف حفتر ونعرف كل الضباط اللي يدوروا بجنبه وخمالة وخمالة، نحن في أساس معه، كنا أنا كنت عسكري معه في الساعة. يا أخي هؤلاء هم رباهم القذافي يا أخي، رباهم القذافي. نعم. وهم يسقاهم بيده النتذة، بيده الخبيثة، كلهم يصبوا في ماء واحد وكلهم. نعم. يا أخي نحن لا ثقة لنا بهم على الإطلاق. هذه عملية. وصل صوتك محمد من صبراته، نشكرك جزيل الشكر. ننتقل إلى عبد المنعم من طرابلس، أهلا بك عبد المنعم. نعم عبد المنعم، هل أنت في الاستماع؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد المنعم، كيف تابعت تصريحات محمد الحجازي الأخيرة بخصوص المدعو حفتر؟ والله نحن بالنسبة لموضوع الحجازي. نعم. ألو. نعم نحن في الاستماع. ألو. نعم تكلم عبد المنعم، نحن في الاستماع.
نحن موضوع الحجازي هذا ما نقول نحن عارفينه يا صديقي، هذا مش من تو نستنوا الحجازي نني طلع تصريحاته، وعارفينه من الاول هو حفتر وجماعه هذه العصابه، ونحن الليبيين الواعيين وعارفينه مش من قضيه طلع من الحجازي. طيب عبد المنعم يعني انت تقول بانكم تعرفون هذه الحقائق، ولكن التساؤل حول الوقت الذي اختاره محمد الحجازي للادلاء بمثل هذه التصريحات، لماذا هذا الوقت بالتحديد؟ التصريحات ان هذه مع العمليه انتهى تمت، عارف روح ان بدا قتله زي قتله القذافي، حاجه شيء طبيعي هذا، ان الانسان هذا قتل اخوتنا الليبيين في بنغازي في درنا في حجازي، هذا نعرفوه احنا من 2011، نعرفوه من 2011 ان هذا انسان ما عندهش دبل شفره زي ما تقول. نعم، وصل صوتك عبد المنعم من طرابلس، اشكرك جزيل الشكر. ننتقل الى احمد من زلطن، اهلا بك احمد. السلام عليكم استاذ فاضل. وعليكم السلام ورحمه الله. احمد، كيف تابعت تصريحات الحجازي ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ والله استاذ طبعا هي باعتبار ان العمل اللي العسكري اللي موجود حاليا في بنغازي هو غالب ما يكون انه عامل ميليشيوي يعني اكثر من انه هو عامل عسكري منظم، يعني باعتبار ان اغلب الكتائب واغلب الفصائل اللي تحت عمليه ما يسمى بعمليه الكرامه لها يعني دواعي انتقاميه ودواعاها يعني من اجل يعني ان تتحصل على بعض المكاسب يعني كقيادات في اركان الجيش، والا مثلا مصالح مثلا زي ما نقولوا مصالح جهويه او قبليه. طبعا هو قبل يومين او ثلاثه من هذا التصريح. نعم احمد، هل ترى بان فعلا الحجازي بهذه التصريحات تحصل على منصب او مكان في حكومه كوبلر؟ والله يبدو استاذي ان هي المساله اكبر من هي كونه انه هو مثلا بيتحصل على مكان، لان حتى العقيد المهدي البرغوثي ما اعتقدش انه هو حيتعامل مع شخصيه محمد الحجازي، باعتبار ان هي ورقه قد حرقت يعني سواء كان من الحكومه السابقه او من الحكومه اللاحقه يعني. نعم، ايضا الحجازي يعني كان يشكر في المهدي البرغتي ويثني عليه، يعني هل ترى بان هناك فرق بين المهدي البرغتي وحفتر، ام ان يعني المشكله هي مشكله اخرى مع عمليه الكرامه ككل؟ والله باعتبار استاذي كان في مثلا من ناحيه انه فرق يعني فرق شاسع، يعني باعتبار ان المهدي البرغتي شخصيه يعني شبابيه ومن قيادات يعني يعني الجديده يعني في على الساحه العسكريه في المنطقه الشرقيه، وطبعا ليه ولاءات قبليه يعني اكثر من هي تكون ولاءات يعني من ناحيه اغلب يعني في. نعم، شكرا لك احمد، وصل صوتك، نشكرك جزيل الشكر، كما اشكر كل الساده المتصلين الذين شاركوا معنا، ونشكر ضيفنا من ميدان الشهداء الذي كان معنا من ميدان الشهداء الاستاذ صلاح الدرناوي وهو ناشط في ميادين الثوره. نذكر باننا نفسح المجال للجميع للتعبير عن الراي، وان حريه التعبير مكفوله للجميع وفق ما يقتضيه او ما تقتضيه الاداب العامه. اشكركم مشاهدينا الاعزاء، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل المصاحب، إلى لقاء آخر، دمتم في أمان الله.